اهلا بيكم من جديد ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده هنكمل مع بعض الدرس الاول، محاولات تصنيف العناصر. اتكلمنا المره اللي فاتت عن ابرز واهم 3 محاولات لتصنيف العناصر، واول محاوله كانت للعالم مندليف وصنف العناصر على حسب ترتيب تصاعدي على حسب اوزانها الذريه. وجه بعدي العالم موزلي، اكتشف بالأشعة السينية إن الخصائص بتاعة العناصر بترجع لأعدادها الذرية، فرتب العناصر ترتيب تصاعدي على حسب أعدادها الذرية. آخر حاجة الجدول الدوري، طبعا بعد الاكتشافات والدراسات بتاعة العلماء رتبنا العناصر ترتيب تصاعدي على حسب أعدادها الذرية زي ما موزلي عمل، وكمان خدنا في ترتيب الجدول طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونيات. تعالوا بينا نبتدي درسنا النهاردة. النهاردة هنتكلم عن وصف الجدول الدوري. ازاي عملوا الجدول الدوري؟ في الوقت ده كانت او لحد دلوقتي العناصر المكتشفة هي او المسجلة 118 عنصر، منها 92 عنصر متوفر بالقشرة الأرضية أو موجود في الطبيعة، والباقي فيحضر تحضير صناعي يعني عناصر صناعية. طيب تعالوا نشوف الجدول الدوري بيكون من ايه. بيكون من 7 دورات أفقية، 1 2 1 2 3 4 5 6 7، 7 دورات أفقية زي الـ7 مستويات طاقة الرئيسية. طيب وبيكون كم من ايه؟ من 18 مجموعة رئيسية، لو عدناهم هنلاقيهم 18 مجموعة، بس انا حاسس ان هو بيتكون من فئات كده او مجموعات مع بعض. طيب دول الـ4 فئات بتوع مستويات الطاقة الفرعية، الـ S P D F، دي الـ S ودي الـ P ودي الـ D ودي الـ F. واحنا اتفقنا ان كل ذرة بتتكون من أكبر ذرة بتتكون من 7 دورات 7 مستويات للطاقة. طيب كل مستوى طاقة فيه 4 مستويات طاقة فرعية اللي هما الـ S P D F. عشان كده العلماء وهم بيعملوا الجدول الدوري الحديث خدوا في اعتبارهم أو في الترتيب بتاعه مستويات الطاقة الفرعية. تعالوا نتكلم عن أول فئة وهي عناصر الفئة S. الفئة S بتتكون من مجموعتين 1A و2A. يبقى أول حاجة فيها S تتكون من مجموعتين. طب موجودة فين؟ موجودة في يسار الجدول الدوري. دايما أي جدول دوري بنقراه من اليسار لليمين، من الشمال لليمين. طيب تتكون من إيه؟ من مجموعتين 1A و2A. يبقى أول مجموعة فرعية هي مجموعة S، وبتتكون من أول فيها S وبتتكون من 1A من مجموعتين 1A و2A، وموجودة فين؟ في يسار الجدول الدوري. طيب تعالوا بقى نتكلم عن عناصر الفئة، تاني فئة وهي الفئة B. الفئة B موجودة على يمين الجدول الدوري، موجودة على يمين. طب بتتكون من كام؟ من 6 مجموعات، 1 2 3 4 5 6، من 6 مجموعات. طيب الـ6 مجموعات الترتيب بتاعها بيبتدي من 3A 3A 4A 5A 6A 7A، وهنا بقى مفيش 8A، بتنتهي بالمجموعة الصفرية. آخر مجموعة دي بنسميها المجموعة الصفرية، ودي مجموعة الغازات الخاملة. طيب ليه قلت عليها مجموعة صفرية؟ علشان الغازات الخاملة بتتكون آخر مستوى طاقة ليها مليان بالإلكترونات اللي هي 8 الكترونات، فهي مليانة خلاص ما بتاخدش حاجة تاني، فالتكافؤ بتاعها بيبقى 0 أو 0، فبالتالي بنسميها المجموعة الصفرية. يبقى تاني الفئة S موجودة على يسار الجدول الدوري، انما المجموعة او الفئة B موجودة فين؟ على يمين الجدول الدوري، وبتتكون من 6 مجموعات. نبتدي الرموز بتاعتها من 3A لحد ما نوصل للمجموعة الصفرية. نيجي بعد كده للفئة، تالت فئة وهي عناصر الفئة D.
طيب موجودة فين عناصر الفئة دي؟ موجودة في وسط الجدول الدوري، يبقى كان على اليسار الفئة S واليمين موجود P الفئة P، وفي النص موجود الفئة D. طيب عناصر الفئة دي بتتكون من كام مجموعة؟ من 10 مجموعات، وبتبتدي الرموز بتاعتها من 3B. يعني نبتدي كده، دي أول مجموعة هنا هتاخد الرمز 3B 4B 5B 6B 7B، وهنا بقى مفيش 8B، أمال إيه؟ هي مجموعة 8. 8 بتتكون من 3 مجموعات رأسية، يعني دي 8 من F أهي، من F ل من F E ل N I، دول المجموعة 8. العناصر الموجودة في الفئة دي بتسمى بالعناصر الانتقالية، والرموز بتاعتها 3B 4B 5B 6B 7B والمجموعة 8، وبتتكون من 3 مجموعات رئيسية. وبعد كده هنكمل 1B و2B. طيب بتبدأ ظهورها فين؟ في الدورة الرابعة. بص خلي بالك بقى، هي بتبتدي من ايه؟ من الدورة الرابعة، مش موجودة لا في الأولى ولا في التانية ولا في التالتة، بتبتدي من الدورة الرابعة لحد ايه؟ السبعة. طيب وتتميز كمان أرقامها ايه؟ بالرمز بي، يبقى الفئة دي واخدة الرمز بي، انما الفئة S كانت واخدة الرمز A، والفئة B كمان واخدة الرمز A. طيب كل مجموعاتها واخدة الرمز B ما عدا المجموعة 8، هي الوحيدة اللي مش واخدة الرمز 8B. ليه؟ لان هي بتتكون من 3 أعمدة رئيسية. طيب بعد كده نيجي لعناصر الفئة F. الفئة F موجودة فين؟ موجودة أسفل الجدول الدوري. طيب بتتكون من مجموعتين أو سلسلتين أفقيتين، ليه؟ لأن هي السلسلة بتاعتها كده أفقي، سلسلتين أفقيتين، وهما إيه؟ اللانسينيدات والأكتينيدات. أول سلسلة أفقية هي اللانسينيدات، وتاني سلسلة أفقية هي الأكتينيدات. طيب تاني سنة تانية علشان تبقى حافظ معايا الجدول الدوري. الجدول الدوري بيتكون قلنا من 7 دورات أفقية و18 مجموعة رئيسية. طيب بيتكون من كام فئة؟ بيتكون من 4 فئات، الاس والبي والدي والاف. الاس بتتكون موجودة فين؟ على الشمال على اليسار، بتتكون من مجموعتين 1A و2A. طيب والفئة بي موجودة في اليمين، بتتكون من كام مجموعة؟ 6 مجموعات، وبتبتدي الرموز بتاعتها من 3A 4A 5A 6A 7A، ودي المجموعة الصفرية. طيب نيجي للمجموعة أو الفئة دي. الفئة دي موجودة فين؟ في وسط الجدول الدوري. طب عناصرها بتسمى بإيه؟ بالعناصر الانتقالية. طيب بتتكون من كام مجموعة؟ بتتكون من، ايوه برافو عليكوا، ها، من 10 مجموعات، وبيبتدي الرموز بتاعتها من 3B. المجموعات بتاعتها واخده الرمز B، 3B 4B 5B 6B 7B، والمجموعه 8 بتتكون من 3 مجموعات رئيسيه. وبعد كده ندخل في 1B و2B. نيجي لاخر مجموعه او اخر فئه، وهي الفئه F، وبتتكون من سلسلتين افقيتين، اللانسينيدات والاكتينيدات، وموجوده اسفل الجدول الدوري. طيب نلخص بكده ايه؟ ان المجموعه ايه موجوده على اليمين، على سوري على اليسار وعلى اليمين. المجموعه ايه موجوده على اليسار وعلى اليمين، اللي هي الاس والبي، انما المجموعه بي موجوده فين؟ في نص الجدول الدوري، اللي هي الفئه دي. طيب ازاي بقى احدد مواضع العناصر في الجدول الدوري؟ المفروض ان انا عليا ان انا احدد العناصر مجموعات ايه، يعني اللي موجودين في الفئة S والموجودين في الفئة B.
طيب اول حاجة، ما احنا اتفقنا مع بعض ان الدورات الافقية كانت لعدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات. عدد مستويات الطاقة للذرة دي بتمثل رقم دورة العنصر، يعني لو العنصر عنده مستويين للطاقة يبقى هو موجود في الدورة التانية، عنده 3 مستويات للطاقة يبقى موجود في الدورة التالتة، وهكذا. طيب المجموعات بقى، اعرف مين موجود في اي مجموعة بعدد الالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الاخير. لو مستوى الطاقة الاخير موجود فيه 3 الكترونات يبقى موجود في المجموعة 3A. طيب لو موجود فيها 5 الكترونات يبقى موجود في المجموعة 5A، وهكذا. تعالوا بقى نلعب كده مع بعض، تعالوا نحدد مع بعض موقع العناصر الآتية. هيجيب لك عناصر وانت تقول له موقعها ايه، طبعا لازم هيديك العدد الذري بتاعه وانت ايه توزع الالكترونات. طيب عنصر الهيدروجين فيه الكترون واحد، يبقى هنعمل اول مستوى طاقة هيبقى فيه ايه الكترون واحد. طيب كده بقى عدد مستويات الطاقة كام؟ واحد، يبقى موجود في اي دورة؟ في الدورة الاولى. طيب عدد كام عدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير؟ برضو واحد، يبقى موجود في أي مجموعة؟ في المجموعة 1A. يبقى كده عنصر الهيدروجين موجود في الدورة الأولى والمجموعة 1A. طيب تعالوا بقى نشوف مثال تاني، النيون. النيون العدد الذري بتاعه 10. طب تعالوا بقى نوزع الأول الإلكترونات، أول مستوى طاقة هياخد 2 إلكترون، طيب والتاني هياخد 8، كده كام الكترون؟ 10 الكترونات، انا كده وزعت. طيب تعالوا بقى كام مستوى طاقة؟ 1 2، عدد مستويات الطاقة 2. طب مستويات الطاقة دي بتمثل لي ايه؟ رقم الدورة، هيبقى موجود في الرقم في الدورة التانية. طيب عدد الالكترونات بتاعة المستوى الاخير، ايوه اللي هو ده 8، عدد الكترونات المستوى الطاقة الاخير اللي هو 8. طب يبقى انا هقول موجود في المجموعة 8A؟ لا، مفيش حاجة اسمها 8A، يبقى أنا هعمل ايه؟ موجود في المجموعة الصفرية، يبقى يقع في المجموعة الصفرية لأن النيون هو غاز خامل. يبقى عنصر النيون موجود في الدورة التانية والمجموعة الصفرية. طيب ناخد تالت مثال، الفسفور. الفسفور العدد الذري بتاعه 15. تعالوا نوزع، أول مستوى طاقة هياخد 2 إلكترون، طيب المستوى التاني 8، اللي باقي كله هياخد 8، 8. طيب كده 8 و2 10، يبقى فاضل 5 إلكترونات، الخمسة هنحطهم في المستوى الأخير أهو. أدي كده وزعت الفوسفور. طيب نيجي بقى كام مستوى طاقة؟ برافو، 3 مستويات للطاقة، يبقى موجود في الدورة الكام؟ في الدورة التالتة. طيب كام الكترون موجود في المستوى الطاقة الاخير؟ 5 الكترونات، يبقى موجود في المجموعة 5A. يبقى عنصر الفسفور موجود في الدورة التالتة والمجموعة الخامسة. نيجي بقى للمثال اللي بعده، المثال الرابع، الكالسيوم. الكالسيوم العدد الذري 20. طب تعالى نوزع، اول مستوى هياخد 2 إلكترون، واللي بعديه هياخد 8، ادي كده 10، فاضل 10 كمان، يبقى اللي بعديه كمان هياخد 8، ده 18، ويبقى فاضل لي 2. اعذروني على الخط، ادي كده ايه 2. طيب عدد بقى مستويات الطاقة 4، يبقى موجود في الدورة الرابعة. طيب كام الكترون موجود في المستوى الاخير؟ 2، يبقى موجود في المجموعة 2A. يبقى عنصر الكالسيوم موجود في الدورة الرابعة والمجموعة 2A. طيب تعالوا بقى نعمل كده مراجعة بسيطة للدرس بتاعنا النهاردة، عناصر المجموعة الواحدة وعناصر الدورة الواحدة، بيتميز ايه العناصر الموجودة في نفس الدورة او في نفس المجموعة؟ اول حاجة اللي في نفس الدورة تتفق في عدد مستويات الطاقة،
الدورات اللي هي يا ولاد بتبقى بالعرض اهي، دي كده الدورات، يبقى تقع فيها تتفق في عدد مستويات الطاقة، نفس الدورة فيها نفس مستويات الطاقة، لو يبقى كلهم مثلا عندهم 2 مستوى طاقة أو 3 مستويات الطاقة، بيبقى كلهم بيتفقوا في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات، إنما عناصر المجموعة الواحدة بيختلفوا في مستويات الطاقة. ما هي لو المجموعة كده اللي هي بقى بالطول اللي هي الخطوط الرئيسية بيختلفوا في مستويات الطاقة، لو أول واحد موجود فيه مثلا 2 مستويات للطاقة، اللي بعديه 3، اللي بعديه 4، وهكذا. طيب نيجي تاني بقى للدورة أو للمجموعة، المجموعة بتتشابه في ايه؟ تتشابه عناصر المجموعة الواحدة في الخواص الكيميائية. طب ازاي يا ميس؟ ما هي عناصر المجموعة الواحدة فيها نفس عدد الالكترونات اللي هو 2 مثلا، لو 2 او 3 او 4، لو دي 2 مثلا اللي بعديها تبقى 3. طيب لو كل العناصر عندها نفس الالكترونات في نفس المجموعة، عندها نفس الالكترونات، نفس عدد الالكترونات، طيب ما هيبقى كده بيتفقوا في نفس الخواص الكيميائية. فاكرين لما موزلي عمل اكتشف العناصر، او كان بيدرس خواص العناصر، كان بيدرسها بالاشعه السينيه، اكتشف ان الخواص بترجع ليه العدد الذري، والعدد الذري معناه عدد الالكترونات اللي موجود في مستوى الطاقه ايه الاخير. يبقى تاني العناصر في نفس المجموعه بيختلفوا في مستويات الطاقه، انما بيتفقوا في ايه، في عدد العناصر، وبالتالي عدد الالكترونات، سوري، عدد الالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الاخير، وبالتالي بيبقوا نفس الخواص الكيميائيه. يبقى نفس المجموعه عندهم نفس الخواص الكيميائيه ونفس عدد الالكترونات، انما بيختلفوا في مستويات الطاقه. طيب نيجي لعناصر الدوره الواحده، عناصر بقى الدوره الواحده، لا دول بيختلفوا في عدد الالكترونات بتاعه مستوى الطاقه الاخير، وبالتالي بيختلفوا في الخواص الكيميائيه. يبقى عناصر الدورة الواحدة عندهم نفس مستوى الطاقة، نفس عدد مستويات الطاقة، لكن بيختلفوا في عدد الإلكترونات والخواص الكيميائية. يعني لو أول واحد في الدورة مثلا درجة الغليان بتاعته عالية، فاللي جنبه هتلاقيها أقل، واللي جنبه أقل، واللي جنبه أقل، لحد ما نوصل إن درجة الغليان بتاعته قليلة منخفضة، وهكذا. يبقى تانية سنة تانية، عناصر المجموعة الواحدة، المجموعة اللي هي الخطوط الرأسية، عندها تختلف في عدد مستويات الطاقة، لكن بيتفقوا في أو بيتشابهوا في عدد الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير. وعناصر الدورة الواحدة بيتفقوا في مستويات الطاقة، لكن بيختلفوا في عدد إلكترونات مستوى الطاقة الأخير. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط عليكم، ما اكونش طولت عليكم يا سنة تانية، نذاكر كويس وان شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة. اشوفكم على خير، وما تنسوش لو انت عجبك الفيديو تشترك في القناة وتفعل الجرس، لايك والشير، عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. اشوفكم على خير يا سنة تانية، مع السلامة.